إعلان السلام بين جماعة الحوثيين وحزب الإصلاح الإخواني في اليمن، لنشاهد التفاصيل. قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أنه مهما اختلفنا مع جماعة الإخوان المسلمين فلا يعني هذا أننا نؤيد سياسة بعض الأنظمة العربية التي تشيطن أتباع الجماعة وتصنفهم بالإرهاب بهدف قمعهم لمجرد الانتماء السياسي أو العقائدي. وأضاف البخيتي في تغريدة له على تويتر: إن يدنا لا تزال ممدودة للسلام مع جماعة الإخوان في اليمن، وكل ما نطلبه منها هو العودة إلى صف الوطن. وفي وقت سابق أعلن عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله في اليمن وعضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري عبر تغريدة له في تويتر: إن الخصومة مع حزب الإصلاح هي سياسة وطنية لا طائفية بحسب تعبيره. وأرجع سبب الخصومة إلى الانقلاب الذي قام به حزب الإخوان وتأييده العدوان واحتضانه داعش والقاعدة بحسب العجري، ولفت إلى أن المطلب من حزب الإصلاح ليس سوى تصحيح سلوكه سياسيا ووطنيا. وكان نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي صرح في 22 نوفمبر بأن عقلاء حزب الإصلاح أبلغوا إلينا أنهم فشلوا في إقناع متطرفيهم بالسلام والتسليم الطوعي للدولة. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.